السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وربنا المعبود ده موسم ما يعلم به الا ربنا، بيقول لك في بخة رابعة. بص يا جماعة، والله العظيم انا بقالي اسبوعين الله بنطلع أكبر، نصطاد، شر الله مالي أكبر. الميات حتى، يعني انا ايه سعيت في اكتر من مكان عشان خاطر حضراتكم وعشان خاطر برضو ندور على مكان شغال، بس للأسف لقيته كله على الفاضي. يعني انا رحت الزغابات لقيتها مليانة شر، وطبعا مزرعة ترمبات برسيك اللي عارفينها والناس اللي بتصطاد عليها لقيتها برضو كلها شر. لما جيت سألت برضو عن كفر الشيخ بيقول لك فيه ايه بخة رابعة. سألنا بقى اصحاب المزارع والناس اللي هي شغالة في المزارع وبتفهم وكده، يلا قالوا سامحك. ان السنة دي فيه بخة رابعة. حلو، ماشي. لا والله السنة دي ما يا شاء جماعة الله. فيه بخة رابعة. نشوف اخويا جنش. قلت لك ايه؟ ماشي، نطولوا الله ينور عليك يا سمر، انت صيادة سمر. نطولوا الوش شوية. ده هي دي اللي انت خدتها بقى ولا ايه؟ ايه؟ دي اول سمكة دي؟ لا يا عم، اول سمكة ايه؟ ما شاء الله. طب ايه الكلام؟ نوريك السمك اللي انا واخده؟ ايوه يا عم، الله يبارك. ماشي. احلى جنش، احلى وريش قلنا نرمي الرمية دي عشان ناخد سمكة كمان وانت واقف، يا لما مسهل. نوريك السمك. ماشي يا صبر، الله يرزقك الخير يا رب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اهو يا عم ما السمك شاء اهو، الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي، السمك اهو يا اللهم عم، صل على النبي. الله أكبر، السمك اهو يا عم، الله أكبر، الله اهو يا أكبر، عم، ما شاء الله ما شاء الله. جيز بالشبر كده يا معلق، ما شاء الله، اهو يا عم، الله أكبر، الله اهو أكبر، ما يا شاء عم. الله. الله يبارك في رزقك يا رب يا سمر. أحلى أبو آسيا، أحلى أبو آسيا، حبيبي يا حمو، نورت منوعات رحالة يا كبير، حبيبي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلي بالك، كانت غمزة غمزة حلوة وانت بتصور، يا لطيف، طب ما لسعتش ليه؟ وانا كنت من وراك السما. المهم يا جماعة إن أهل الخبرة والناس اللي ماسكين الشغل في المزارع بيأكدوا إن السنة دي في بخة رابعة. طبعا الموضوع ده بسبب إن السنة دي درجة الحرارة مرتفعة شوية، فمعروف إن سمك البلطي بيعتمد على الحرارة، التكاثر بتاعه بيعتمد على الحرارة، ولذلك إيه الناس دي كلامها صحيح إن في بخة رابعة. إن شاء الله وبإذن الله الموسم السنة دي هيطول. احنا خدنا سمك وبناخد سمك، ممكن السمك اللي احنا بناخده ده نعمل عليه افلام ونقوله ضرب نار وعلى الظنان والبتنجان. لا، السمك ده مش مجزي بصراحة، ما يجزيش الطلعة اللي احنا بنطلعه، بس انا متفائل خير ان ان شاء الله الموسم السنة دي هيطول. هنتابع مع بعضينا، انا اعمل لكم الحمد فيديو لله، ظريف ان شاء شكرا. الله هتستمتعوا بيه. يعني متنسوش بس حتى تعملوا لنا نص لايك يا لو اول جماعة، مرة تشوفونا اشتركوا نص عندنا في بس القناة، العافية والله، وتابعونا على عزمني. فيسبوك صفحة منوعات رحالة. ان شاء الله خير يا جماعة، وان شاء الله الميسم هيطول. يا ريت يا جماعة نشارك بعضنا، اللي عنده مية بتاكل كويس مش مهم يقول لنا مكانها فين، بس يطمننا مثلا، او يقول لنا ان هو مثلا من المحافظة الفلانية وان المية واكلة عنده كويس، بحيث نعرف ان فعلا في سمك بياكل. طبعا احنا بنطلع مجموعات مع بعضنا، بيصادف ان طبعا اتنين فينا او واحد فينا بياخد سمك كويس، بقية الناس ما بتاخدش. لما بنيجي بنسأل على المية بنلاقي ان اغلبية الناس على المية مش مترضية. دي بتاكل الشكوى كوكو دي شايعة معانا واحنا ان اللي شاء الله. لمسناها وشفناها ومتأكدين منها، فيا ريت تتابعونا وتشاركوا معانا الرأي. تحياتي ليكم، احلى صيادين، وخليكم معانا. السمك دخل على المراية يا جماعة، اللهم صل على النبي. السمك دخل على المراية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اربع اربع على المراية يا رب يا كريم، عوض يا رب علينا، عوض الصابرين. صلاة النبي، كان الأول
اول ما نزلت راح واكل يا جماعه ربع ده. لا ما شاء الله حتى حلوه يعني على الايد اهي برضه عشان انتم شايفينها. سهل الحال يا رب. الادوار فيها سمك بس لسه مش راضيه تاكل، بس كويس يعني الحمد لله والشكر لله. بصوا يا جماعه البركه يعني ان شاء الله لا قوه الا بالله. ماشي حاج محمد، يا رب استرها. الله اكبر. ما شاء الله. شايفين السماء؟ اللهم لك الحمد. لا لا